بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، وحشتوني يا أبطال. النهاردة الجزء الأخير، الجزء الثاني من يونت 5، آخر يونت يا أولاد. قلنا نظهر بمود جديد، ويا رب يا رب تعجبكم الفكرة، ويا رب يا رب تزودوا لايكات شوية. كان في لايكات كتير المرة اللي فاتت على بركة الله. كنا وصلنا عن صفحة 239، هبدأ من صفحة 240. الكلمات ثم الكلمات، ولا ايه؟ يلا شباب نقرا كلماتنا. crazy little pest bother patient older fear attention spend time without. going crazy هنا يا اولاد مش معناه ان هو معنى مجنون، لا، هو هيتجنن، عنده مشكله، في حيره عنده، محتار يعمل ايه. problem there because all the time friend room things mom brother but grow up first some tell someone to plus infinitive تغضب بمعنى يخبر شخص ان. Sarah told me to study hard، سارة أخبرتني إن أنا إيه أذاكر جد. نروح 241، جايب لنا إيه بيت الكلمات. أفعال regular، أفعال irregular، أفعال منتظمة تقبل إضافة ED، أفعال غير منتظمة لا تقبل إضافة ED. نبدأ بالأفعال المنتظمة. follow ask loved used bother borrow. أفعال غير منتظمة tell told spent find found grow up go into went into. يبقى go مضاف منها went. forgot اللي هي هتبقى أول. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. follow me it's not fair he wants your attention what can I do. كنا 241 وهو 242 جايب لنا أسئلة. I have number one exercise or that shoes. I have a big my little brother is a pest. I have a big problem. number one صفحة 242 اخترنا problem مشكلة. number two I'd like to be a teacher أنا عايز أبقى معلم. when I grow up لما أكبر في السن. ثلاثة رودينا is going to a good time in Alexandria. رودينا سوف spend تقضي. number four your brother أخوك loves you very much بيحبك كتير كتير. number five he always bother us هو دايما بيزعجنا. he is a pest هو إنسان مزعج. okay نروح 143 144 145 145 وات اكسرسايزز سيركل ذا اود وورد اند ريبليس يلا مختلفه والبديل. بيست مزعج كار كريزي بيشن يبقى كار هي اولاد المختلفه عايزين صفه زي الثلاثه دول. باد فولو بيرنتس اسك تيك عندي ثلاثة أفعال ما عدا كلمة بيرا هتقولوا لنا فعل من عندكم في أنسر ممكن إيت ممكن بلاي براحتكم. بذر نمبر 3 بذر روم سكول بارك اللي اختلفت هنا بذر لأنها فعل وثلاثة أماكن هاتوا لنا مكان يا جماعة. بانك بيست
براذر ماذر سيستر بيستي اختلفت نجيب حد في العيلة جماعة فاذر نمبر فايف جرو اب سبند فير فورجيت اللي اختلفت فير فير يعني عادل الحكم ما كانش عادل نشيل فير ونجيب مكانها ستادي مثلا او بلاي او ايت الفعل تحبوه قطعه بتكلم هاي اي ام عادل اي فور ماي اولتر براذر اشرف اند هيز فريند اول ذا تايم انا بتبع اخويا اشرف واصحابه كل وقت شوف اختياراتنا عادل وينت تو اشرف روم اند توك عادل ذهب الى غرفه اشرف واخذ ا كوميك بوك نمبر 2 ا بيست الانسان اللي هو مزعج بيعمل ايه يا اولاد بيبل بذرز بيضايق الناس وين متى وين ديد عادل فولو اشرف اند كريم امتى اتبعهم افتر ريدنج ا كوميك بوك بعد ما قرا كتاب كوميك ودد اشرف كول عادل سمى عادل ايه هو يا جماعه سمى هي كولد هيم ا بيست 46 فيها ايميل تو الى صاحب الايميل اللي انا بعت له اسماء احمد اتياهم ميل دوت كوم فروم من اللي باعت ساره الجيميل ساره رامي اتياهم جيميل دوت كوم سبجكت ماي ليتل سيستر ماجي اختي الصغيره ماجي دير اسماء عزيزتي اسماء هاو از يور فاميلي كيف حال اسرتك I have a big problem. عندي مشكلة كبيرة. My sister Maggie is a pest. أختي ماجي مزعجة. She follows me all the time. على طول ماشية ورايا طول الوقت. تتبعني. She bothers my friend. هي بتضايق صحابي كمان. Two أيضا. She takes my things without asking. هي بتاخذ أشياء بدون استئذان. Mom tells me to be patient. ماما أخبرتني أن أكون صبورا. But I can't ولكني لا أستطيع. What can I do? أعمل إيه؟ Your friend Sara Ram. يلا ولد نرتب أربع كلمات. أنا لسه في صفحة كام يا ولد؟ 246. Crazy is problem what؟ يبقى أنا أقول لي يا ولد what؟ هذا استفهام. فعل مساعد على طول is what is crazy's problem؟ Crazy ده اسم واحد. السي كابت له. ما هي مشكلة كريزي؟ A best my little is brother bother me and my little little يعني صغير يبقى my little ايه brother اخويا الصغير man is a best يكون best and bothers me ويضايقني باكت شوي is أمنية older than بسمة الاي كابيتال واجيبها سمول امنيه جايبها سمول عملت الاو كابيتال النهايه علامه استفهام نمبر 2 ماي ليتل براذر از ا بيست كبرنا الام في واي ليتل ما فيهاش براذر ما فيش از ما فيش ا بيست ما فيش البدايه تحدد النهايه البدايه ماي ليتل براذر النهايه فول ستوب بروح صفحه 247 عجبنا اول باراجراف انا كتبت الباراجراف وكتبت الايميل والباراجراف يا رب يا رب الناس ما تكسلش تعمل لايك ميتينج افرين اكتب باراجراف من سبع جمل عن مقابله صديق علي از ماي فريند علي صديقي اي ميت هيم افري فرايداي انا بقابله كل جمعه وي ميت ات ذا بارك احنا بنتقابل في البارك ذا بارك از نير ماي هاوس البارك قريب من بيتنا وي توك الوت نتحدث كثيرا وي اولويز بلاي فوتبول ان ذا بارك احنا دايما بنلعب كرة قدم في البارك اي لاف ماي فريند علي فيري ماتش بحب صديقي علي فيري ماتش 248 جايب لنا ايه 249 وصلها جايب لنا ايه شكلها داخلين على التيست يا اولاد ماشي ماشي تيست تيست لاين صفحة كمان يا اولاد كده 256 listen she takes medicine twice a week هي بتاخد الدواء مرتين في الاسبوع number 2 maybe it's getting cloudy ربما بدأت تغيم number 3 how is your sister number 4 how often do you feed the bear listen and complete كمان
هاي مستر سامي، مستر سامي هالو كمال، هاف ا سيت، هاو از يور فاميلي، وين كنا سمعتوها يا اولاد فاميلي. كمال they are fine but my sister has the flu، عندها انفلونزا. مستر سامي I am sorry to hear that، انا حزين لسماع ذلك. is it serious، يبقى الكلمه اللي سمعناها ولا serious، هل الموضوع خطير؟ كمال no it isn't، she is doing better today، بدأت تتحسن النهارده. مستر سامي good، choose the correct answer. نمبر 1 على صفحه 256 كتاب المعاصر، she bakes bread once a day، bakes. نمبر 2 is someone who bothers people، شخص ما بيضايق الناس، best. نمبر 3 I eat bitter، بعدها المصدر بدون اي حاجه خالص، go home. 257 انا اسف. How often does she visit a museum؟ في السؤال يا أولاد نستخدم المصدر، محدش يقول لي شي ناخد فيها اس، لا في السؤال والنفي نستخدم المصدر بدون إضافات ولا اس ولا اي دي ولا اي دي. نمبر 5 she is doing better today، بقت أحسن النهارده. نمبر 6 how often، كم مرة، do you give a speech، ألقي خطاب أو كلمة. نمبر 7 to help me with my problem، my mother tells me، تخبرني to be patient، خليك patient، صبور على اخوك. نمبر 8 I take medicine، انا اخذ الدواء twice a day، مرتين في اليوم. سيركل ذا اولد وان، فبراير، مارش، مونداي، ديسمبر، اختلف مونداي، واحنا نجيب لك مكانها ايه؟ ماي. نمبر 2 ايت ويل رايت فولو، ويز هي مختلفة حرف الجر، نجيب مكانها فعل يا اولاد، بلاي. سمر رين، وينتر سبرينج، الصيف مطر، الشتاء ربيع، المختلف المختلفة رين مطر، ونجيب هنا اوتم الخريف، اللي ان لا تنطق اخر حرف. كريزي سبيتش اولد كلاودي، يبقى كريزي صفة، اولد صفة، كلاودي صفة، سبيتش الكلمة يا اولاد، هنشيل سبيتش ونجيب مكانها باد او جود براحتكم. دانس نمبر 5 دانس وانس توايس ثري تايم، دانس يرقص مختلفة، وانا جبت لكم 4 تايمز مكانهم. قطعة اليا بيك ان ابل باي اون ثيرزداي، عملت لهم فطيرة تفاح. ذا نيكست داي شي وينت تو ذا بارك، راحت البارك. روح 258 What did she feed؟ She fed the bear. شايفين يا ولاد feed في الماضي بقت feed. Where did Alia keep take a nap؟ أين أخذت قيلولة؟ Near the lake، بالقرب من البحيرة. برضه كتبت باراجراف أهو تاني علشان حضراتكم ما تكسلوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا يا ولاد عايزين نكمل ال 10,000 سبسكرايب النهارده إن شاء الله. At the park، في المنتزه، في الحديقة. There is a park near my house، يوجد بارك بالقرب من منزلي. There are، يوجد a lot of trees، كثيرة من الأشجار. I always go to the park with my friend، أنا دايما بروح البارك مع أصحابي. We، أصحابي معايا بقى مش هقول I، we play football. On Fridays I go with my family to the park، وأنا كمان يوم الجمعة بروح مع أسرتي. We have lunch there، نتغدى هناك. We have a nice time، ونقضي وقت لطيف. Rearing، how often يا أولاد أشهر أداة استفهام، كم مرة، بعد كده فعل مساعد do. How often do you take medicine، كم مرة بتاخذ الدواء. Number 2 I get a haircut twice a month، أنا بقص شعري مرتين في الشهر. Bucket شويت it is cold today، يبقى الأيس مول يا أولاد نعملها كابيتال. وفي النهاية فول ستوب. Can I help you carry this heavy bag؟ السي بتاعت كان، والنهاية علامة استفهام. روح 259 تيست 10 listen and circle. It's fine thank you. نمبر 2 نوها bothers her sister. نمبر 3 how is your family كمان. نمبر 4 How often do you take a nap? Listen and complete.
أحمد وسامي. أوه أحمد، أوه إتس كولد توداي، الجو برد النهارده. سامي ذاتس رايت، إتس 23 ديجريز، 23 درجة. مين هيكتب ديجريز لايفا؟ أحمد. واو، دو يو ثينك إتس جوينج تو رين؟ هل تعتقد إنها تمطر؟ ستمطر؟ سامي لوك، إتس ستارتنج تو رين، أهي بدأت يا سيدي. بدأت تمطر. أحمد، هاو كان أي باك هوم؟ كيف أستطيع أن أعود؟ جو باك هوم. نمبر 4، سامي، يو كان تيك أ تاكسي، كيف تقدر تاخذ تاكسي؟ ريدينج، هي ذا بارك وانس أ مانث، هو بيزور، يبقى اسم الغالب يا ولاد فيزيتس. هاو أوفن دو يو ريد أ نيوز بيبر؟ كم مرة بتقرأ الجريدة؟ تعالى. 3، شي ميتس هير فريند، هي بتقابل صحابها. وانس أ ويك، مرة في الأسبوع. 4، ماي فاذر ريد ذا نيوز بيبر إيفري مورنينج، كل صباح بيقرأ الجريدة بتاعته. 42، in the park children feed the bears. She tells her sister to be patient because she is older. خليها صبورة عشان هي الأكبر. هدى loves you and wants your attention. هدى بتحبك وعايزة تلفت نظرك. منى's ill. She has the flu. منى مريضة وعندها flu. Influence. Circuit. مع تبديل. Best. كار، بيشنت، كريزي. مين هنا ملهاش اخوات؟ كار. نجيب اي صفه يا اولاد؟ اولد. ميوزك، ارت، انجلش، سيريوس. عندك ثلاث مواد دراسيه. نشيل سيريوس يا اولاد ونقول ماث. ويج، باروكه، وير، ميك، تيك. ثلاث افعال ويج هي مختلفه. نجيب ريد او ايت او بلاي اللي انتوا تحبوهم. فاذر، ماذر، بذر، سيستر. بذر انا كنت فاكرها براذر، لا هي بذر الفعل يضايق، جبنا بذر مكانها، يعني في زودنا حرف الار يا ولاد. ماي، مارت، يولاي، الي، يبقى علي اللي هو اللي اختلف، وانا جبت من عندي جون، يبقى مايو، مارس، يوليو، يونيو. قطعه عن ايه، ايه از ا بيست، ايه فضوليه مزعجه. هير تيتشر تولد هير تو بي بيشنت، مدرسين أخبروها أنها تكون صبورة. 3، what did Sarah tell Hana to do? She told her to spend time with Aya. أخبرتها أنها تقضي وقت مع Aya and find some friends. 4، why does the best bother Hana? Because she wants Aya attention. عايزة تلفت انتباه Aya. 61، رايت ان ايميل، وجاب عنه يا ولاد في نهايه الكتاب. ري ارينج، يلا نرتبها. وفي البيت هاو اوفن، فعل مساعد دو على طول. هاو اوفن دو يو سي ابل، كم مره انت بتشوف الفيلم. تو اس تول اور تيتشر، معلمنا، بي بيشنت تو، باور تيتشر told us to be patient. بانكت ويت. How is your family hint؟ عامل الحرف الاولاني اتش، عامل اتش بتاعت هند. الابوستروف فوق الاسم ما عملهاش، ويساب لي النهايه. البدايه تحدد النهايه، البدايه هاو، يبقى احنا بنحط كويشن مارك علامه استفهام. نمبر 2، he doesn't take the underground on Sunday. الاتش بتاعت هي كابيتال، doesn't في ابوستروف فوق، الباقي كله تمام، وفي الاخر خلصتوه. وبكده يا حبايبي الحلوين نكون انهينا اليونت الاخير، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وينتهي شرح الترم الاول باذن الله تعالى. بنحاول نشوفكم امتحانات الفتره اللي جايه، ونحاول نشوف كراسه تفاعليه زي ما حصل سنه 5. انا سجلت لهم 3 فيديوهات هنهتم فيهم يا اولاد بكتاب المدرسه، في امتحانات،
كتاب المدرسة، كتاب التدريبات، عايزين نحلها مع بعض إن شاء الله تعالى. يا رب يا رب يكون أفدتكم، يا رب يا رب يكون زودت معلوماتكم، ساعدت بصحبتكم، يا رب المود الجديد يعجبكم، تطلبونا تاني نظهر بنفس الطريقة. وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في حل الامتحانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.